السلام ورحمة الله بالجميع، إن شاء الله كل أموركم تمام. إيش الوضع؟ مساء الخير. شو في اليوم؟ والله في بنت صراحة أنا حتركك ورايح على الطارد. شو السيارة هاي وراك والله؟ anyways إن شاء الله تكونوا عجبتكم الحلقة الماضية اللي هي الفلوج تبع راوند 2. الحمد لله بدنا نجيب المركز الأول وصفينا تاني على البطولة، يعني يمكن فرق بيني وبين جيمس يمكن 40 نقطة. أنت تقول التاني بجيب أول تاخذ أول؟ لا، إذا جيمس بوصل توب 4 هو بيربح البطولة. أصلاً لازم حدا يطلعه بالتوب 16 عشان هاي. بس يعني نعمل علينا إن شاء الله نجيب بوديوم أو أول كمان مرة، نشوف شو بصير. المهم اليوم مثل ما شايفين ورانا نحن بالجمعية العمانية عاملين بريد لسيارات الدريفت جوا الجمعية، وفي كارز اند كوفي وفي كار شو وفي احلى من هيك في تحدي فقعات انتلاق. بس خليكم معي على الخطوه. انا هلا ما بصدق ابعد من السيارات صوتهم عالي. فالمهم هلا حنعمل بريد هناك، كمان حنصف السيارات نص التراك ويكون في اوتوغرافس مع الفانز مع كل شيء. انيويز حفرجيكم هلا شو الايفنت وشو اللي عاملينه وبس خليكم معنا. ايش مرتب مع الشعارات. I'm going beast mode, I'm going beast mode. I'm never on E, I always be load. I never miss like that. I'm in position, a no look free throw. A man born never look so handsome. Hold attention like a ransom. Usual suspect in a manhunt. Money clip won't fit, so thick it won't fold. It's the goat to a land. الله يسعدك. ليك توقعت انه هالقد في عالم؟ فقع المكان عن جد؟ فقع المكان؟ فقعوا دنيا انا، مش فقعوا المكان، شلون فقعوا دنيا كان؟ خبرني توقعت هالقد في عالم هون؟ صراحة بس ما هي هاي الفكرة تشارل، الجمعية كل سنة عم بيعمل شيء أكبر، يعني كل شيء كل مرة بيفاجئونا بشيء، هلا عن جد فظيعين، هلا لسه ما رحنا على الجهة هذيك على فكرة، ولا على الجهة هاي. طبعا هسه رايحين على احلى اسمع مكان. اسمع 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 الطرش هلا. طبعا انا بالنسبه لميت هذا الطرب فعليا هو انا بالنسبه لي طرب ودحام طرش. طرش طبعا انا فعلا فكره طرش، يعني هاي اللي ما بسمع فيها المره هذا. انا بالنسبه لي اخوان بحب الاستعراض الحر، بس دحام مش خلينا اشارك استعراض حر. اكتبوا له والله بالكومنتات خلي مو يشارك صار بحط. يلا يلا شوف الجمهور مع علاء، والله علاء من جمهور الدريفت. شوف الجمهور هذول كلهم احضر هيك شيء صراحه. اول مره حتصير تحبها والله، فيها جوائز بعدين. هسه رايحين كل هذول الجمهور للبس باك فاير طلع، حتى مش قادرين نفوت. شو دحام فيش مجال نشوفه. حبيبي يا شاش نضرب نوت شو بيستنى هلا بدع صفاص الاعلى نار بوصل وهو باخذ المتر. ايوه كل هذا الجمهور بس عشان مسابقه فقعات. والله هسه هناك كروزر دولا جماعه الالتيما يا بالزمان. والله صراحه اجواء ايش مرتب. كارتينج انا ودحام متسابقين كلهم. تاخذ كاتشب ولا مايونيز؟
زيادة بطاطا. بس حطها حطها. هاي رقيب السير. رقيب السير. هذا حرامي. شكله زي الحرامية. By the marshals. Alright. Red flag means stop. Anywhere you are, you need to stop. سامع سامع. Stand up, don't leave your car. اسمع عم بيقول انه هو بقلبس السياره مفكر حاله اول على حاسسها ماسكه. تخيل نازل مفكر حاله اول. سامع. انا ما بلعب كارتينج صراحه. ثاني فرق بيني وبين هيثم. اليوم الجوله الاخيره والثالثه من واي دي سي ونحن المركز الثاني في تشامبيونشيب. فاتوقع لازم نجيب بس بوديوم لنضلنا مركز ثاني. مركز اول حيكون صعب عشان لازم جيمس زين يطلع بالتوب 16 وانا اجيب اول. تخيل تخيل الميكس ايش ما يتوقع خلي يجي ينبسط. ما هو انا بالضبط بالضبط بس بس ابلش افكر خلص. المهم نطلع بشو كونتنت لو شو اهم شيء يعني. هلا هلا والله هلا والله. اول راوند براكتس. شو الجول تبع اليوم؟ اول جول انه نجيب الوول صح. لا مش اول راوند بس. لا اول راوند لا عرفها بنعرفها بالوول. كيف الشو بس نار. انت براكتس هتنزل مع يوها؟ لا 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 كله بس سولو رنز. بس سولو رنز عرفت اليوم بعدنا سولو صح. هو سيمي برو بس سيمي برو مع بعد ما بيعرف انه صار على السولو. احمد عم بيستنى لدوره. رح نجيكم شوي بيهايند ذا سين يعني ايش الاشياء اللي بتصير لما يكون في الدريفت. هلا شارل هذا شارل هو هلا بيستلم كل شيء التصوير على اغلب هو اللي هيعمل لك لهذا الفلوج. انا هلا قاعدك 360 كاميرا وقاعدك موبايل وعندك هاي كاميرا. حلو هاي الدرايفر يلا. بلاقوا طرق لا يضبوا السيارة وبدي السيارة بأي طريقة منهم اللي هي الزب دايس طبعا. عم يمسك الضوء هارون هاي ركبوا قطع حديد يعملوا له بريدج عشان تمسك السيارة. يعني كل الشباب شغالة. شو غيرت؟ غيرت شعراتي. اظن هاي احلى جوله لهلا. طيب بعدين ليش؟ عشان في جريب. كل ما نزيد جريب كل ما بتصير عندك كونفدنس اكثر كل ما بتزتها اكثر. وتراك سيل تراك فلو تبع حلو. خلصنا براكتس خلصنا براكتس نروح على الفندق نريح ساعه ساعه وشوي نرجع للبريفنج بلش كواليفاينج بعدين. شو الهدف من الكواليفاينج اليوم؟ ايش بدك تسوي بالكواليفاينج؟ نحاول نجيب 99.9999. ليش بس هيك اول؟ ولازم هو شوف الاول اللي بجيب اول بياخذ 10 بوينتس على الشامبيونشيب بجيب ثاني بياخذ 9 8 7. فصراحه مفيدين يعني. بس جبت اول كمان بالباتلز هتنزل مع اقل بوينتس. ما هو هاي شغله منيحه. بسوي لك ريسك طيب؟ لا بالعكس هو توب 33 بصير سهل توب 16 بالعكس. كل ما انت كنت اعلى بالكواليفاين كل ما الباتلز للتوب 8 بتكون اسهل. اوكي بس مفروض. ما في بايرن اذا جبت اول.
لا عندك 60 درايفر فول تيم فول 60 درايفر بس ايه مثل ما قلت برات مرات ممكن تخسر من درايفر بطيء صارت كثير ناس الراوند الماضي وانا كنت واحد فيهم كانت رح تصير مع انه الدريفت شغال هون هلا بس شباب كلها حاطين على الشاشه عشان يتابعوا اللاين صح اوضح يبين انه خط اوضح كمان شو الوضع 99.9 باذن الله نفس السكور توقعته بس ماينس 10 بس كأنه ما في جريب ما يا بس ادري نسيت ولا عشرة خلاص It's good صباح الخير من الراوند 3 اليوم الفاينلز الباتلز صحينا على الساعة كتير بكير يعني نايمين على الساعة واحدة أو تنتين هلا صحينا على الساعة 7:30-8 عشان الساعة 9 بلش الفري براكتس تبع التاندم صراحة لا يعني اتوقع اكثر مره مرتاح بالتشيس يمكن عشان اخر راوند مش فارق معي اخبط يصير اي شيء بس راح اعطيها 200% سواقه سبيشال انه اخر راوند اخر مره احسوق السياره هاي ثاني مره بحكيها بس هلا اخر مره احسوق السياره هاي ف نعمل علينا ان شاء الله نجيب بوديوم مين غلبك اليوم؟ كلهم غلبوني لبل صراحه بس نزلت انت عملت اليوم فاينل قبل الفاينل بس لا ما كان ما بدي نزلنا براكتس مع جيمس شوي اعطيت اجريسيف شوي زياده بالترانزيشن لا مش مفهوم بس هلا بالباتل ان شاء الله ما حد المفروض نلتقي معه اذا اهلنا اذا وصلنا للتوب 8 المفروض نلتقي مع جيمس طيب هلا شو اول باتل مع سامر بعدها يا مع احمد عامري او رياض وبعدها مع اللي بيفوز من الجهه الثانيه مش عارف السبب صراحه طفت السيارة على الاخر ما مبين هلا الحين بيشيكون Thank you.
ماشي تعال بيعمل هو غلط وهو خلاف وانت غلط. المركز الثاني على البطولة، كثير مبسوط. consistency is key، أنا بهيك حال بسميها. الحمد لله عملنا أداء كويس، بس أحلى شيء أحلى شيء أحلى شيء صراحة كان الجمهور. يعني عند الخيم مش قادر أتحرك، صوتهم يعني صوتهم أنا سامع من جوا السيارة. again بدي أشكر جميع عمانية،
كلهم منظمين، مدراء، كله، مدير نادي، كل حدا عامل هالبطولة عشان عن جد البطولة عم تكبر كل سنة ونحن سوائتنا عم تتحسن. و كيف ردت فعل الناس كانت بالآخر؟ كلهم كان فكري أنا فايز بس يا أنا شوف فزت خسرت الحمد لله، هدول ثلاث جولات كنت مبسوط، جايب نفسي كتير مبسوط، مبسوط من حالي، مبسوط من أداء، مبسوط أكثر شيء صراحة من السيارة، ما فتحنا غطر الموتور الحمد لله يعني. فالشباب يعطيهم ألف عافية، صبري، هارون، سيف، عمار، مؤيد، كله ما حد قصر. وبس ثلاث أسابيع كثير طوال متعبين، هرجع على البيت وأخيرا أنام بالتخت. إذا في درفت الأسبوع الجاي بتروح؟ طبعا إذا في بكرة بروح صراحة، إذا تحمست. إيه لما قالوا لي one more time ما زعلت، يلا كمان مرة. ليش؟ فعلا فعلا هدول الثلاث راوندات حسيتهم فاينل، يعني كأنه راوند 1 فاينل، راوند 2 عشان ما سوقت هاي السواقه براندو، يعني ما احتجت اسوق هاي السواقه، هاي الفكره. بس يا الحمد لله الحمد لله. فيا ان شاء الله تكون عجبتكم الحلقه، ما تنسوا تعملوا لايك سبسكرايب، ونشوفكم السنه الجاي في عمان.